لبنان تشهد المجالس العاشورائية هذا العام إقبالاً من جميع الطوائف ومشاركة فعالة لا سيما من الطائفة المسيحية وأهل السنة، حيث يرون في هذه الثورة إحدى أهم الأحداث في تاريخ البشرية والتي تعبر عن الوحدة والشجاعة في مواجهة الظلم والظالمين. نعيش مع إخوتنا أيام عاشوراء بالقلب والفكر، لأن ثورة الحسين هي ثورة من أجل الإسلام ومن أجل كل الإسلام، قام بها وحيدا فأبى إلا أن يواجه بالحق حتى الاستشهاد من أجل عالم أفضل، من أجل إسلام موحد، دون أن ننسى ما وقعه قداسة البابا مع شيخ الأزهر وقد زار الشيخ السيستاني عندما قال: الإنسان أخو الإنسان في الإنسانية، كلنا إخوة في الإنسانية. أنا أعترض كثيرا على بعض المسميات لأنها تحجم من هذه الثورة أو من هذا العنوان الكبير. الحسين ليس شيعيا ولا سنيا، إن كان رأس هرم الإسلام، فهي ليست ثورة حسينية، هي ثورة إسلامية بكل مضامينها يقودها الإمام الحسين عليه السلام. ونحن في هذا المضمار في وجه الظالمين، الحسين عليه السلام هو أكبر خطيب في كل عام في مثل هذه الأيام، الخطيب الوحيد. ماذا يقول؟ خرجت أنا ومالي وأولادي وقدمت أغلى ما أملك في سبيل الدفاع عن الإسلام، فما دوركم أنتم؟ هذه المبادئ التي خرج عليها الإمام الحسين يقود هذه الثورة العظيمة بثلة وكوكبة من كواكب الجنة، ولكن كانوا يمشون على الأرض ليقف وجه الظالمين. في زمن يشهد العالم انقسامات وتحديات، تظل الثورة الحسينية نموذجا يحتذى به للتعايش والتعاون بين الطوائف والعقائد. لا أحد يستطيع أن لا ينحني إكبارا وإعزازا وفخارا بثورة الحسين عليه السلام في كربلاء ضد كل أشكال القهر والظلم والإذلال، فإن هذه الثورة هي ثورة مقدسة، هي ثورة علوية، هي ثورة فيها الفداء في سبيل آلاء الحق والكرامة الإنسانية. هذه المأساة التي حدثت مع الإمام الحسين هي مأساة عظيمة جدا، وهو مقتل عظيم جدا. لذلك لما تأتي ذكرى عاشوراء نصاب بالألم ونصاب بالحزن لهذا المقتل العظيم ولهذه المأساة التي نتذكرها في كل عام. لولا وجود البيت كعبة ربنا في مكة العصماء سرا مودعا، لرأيت أبواب الحسين محجة للعالمين تزاحموه وما دعم دعم. إن ذكرى عاشوراء ليست للشيعة فقط، إنما للإنسانية والوجدان، حيث استطاعت أن تعبر جميع الطوائف والأديان وتنبض في قلب كل حر ومنصف في العالم. نيفين سموري، جنوب لبنان.